هاخد من كلام حضرتك وبالنسبه للشراء هنرجع تاني للمباراه، لكن جزئيه مهمه جدا ولازم الناس برضو تفهمها، ان المثلث اللي حضرتك اتكلمت عليه ده مهم جدا، وجود كابتن محمود الخطيب على المسؤول عن ملف كره القدم، مع وجود المدير الفني ومدير الاداري كابتن سيد عبد الحفيظ مع اداره التخطيط. المعروف ان دايما بيكون في اجنده وفي لسته بالنسبه للصفقات النادي الاهلي عايزها. حضرتك اتكلمت على طبعا نجم جنوب افريقيا او سان داونز سيرينو، لكن خلينا نتكلم ان كمان ما بتبقاش الاجزاء الفنيه هي العامل الفيصل في الموضوع، بيبقى في جزء فني بيتقيم بشكل او باخر، ده عن طريق المدير الفني واحتياجاته. الجزء الاخر بنتكلم على الترانسفير، الفلوس نفسها، سقف التعاقدات. سقف التعاقدات وده مهم جدا. الجزء الثالث بنتكلم كمان على الريسيل، هل الولد اللي جاي دوت ممكن جدا يكون صغير في السن يعمل طفرة مع النادي الأهلي، يفيد النادي الأهلي فنيا، وبعد فترة يستفيد منه النادي الأهلي كمان ويبيعه، يبقى أنت عملت حتى جزء اقتصادي للنادي الأهلي. ومعظم الفرق بتعمل كده، مش مجرد ان انا بجيب لعيب لعيب كويس عنده 30 سنه وبدفع فيه فلوس كتير قوي، لكن ممكن يديني سنه وبعدين خلاص خسرنا الفلوس ومستوى اداؤه بيقل مهما قدم. بالظبط. فالعمليه ديت حضرتك شايفها على المستوى الاحترافي ما بين كابتن محمود الخطيب وموسيماني مع كابتن سيد عبد الحفيظ واداره الكوره ماشيه بشكل اكتر من رائع، بالرغم ان الناس بتطالب ببعض الاسماء. يعني ده حين كانت الصفقات انتصار، يعني لما في اوقات كانت مجرد الصفقه انتصار في الخناقه اللي قلناها يعني في اخر حلقه مع حضرتك قبل نهايه العام. صحيح. قلنا يعني خلاص ده كله. الاهلي دايما بيجيب اخر موديل، يعني بدءا من مستر كوتي رحمه الله في نهايه السبعينات، فيبقى التمرين كل يوم بعد 3 ايام وتراي ماتش وانت جاي بقى، وبالتالي خلاص انت النهارده وانت بتتكلم عن سيرينيو بتتكلم عن لعيب معدي 30 سنه ماذا سيقدم، ولكن الاهلي برضه حط اطار مادي اذا ما قدر للاعب انه كان يجي ويستوفي شروط اللعب في ظل الفلوس دي ما عندكش ازمه، لكن اذا علا السقف خلاص راح الموضوع، وبالتالي بقى فيه طبعا موجود تسجيل للاهداف والسرعات أكيد. لكل ما يعرض، بس دلوقتي ما بقاش بيعرض سير ذاتيه عشان النادي الاهلي يراقبها او يفكر يشتريها ولا لا، بقى النادي الاهلي بيطرح عبر هذا المثلث احتياجاته على بعض الوكلاء والشركات او يبحث عنها مدير تسويقه امير توفيق في الاماكن التي يمكن ان يكون يعني تلبي الطلب، سواء كره افريقيه او يعني كره حوالينا مثلا الشمال العربي الافريقي. ده اللي دعم انه النادي الاهلي رايح على فكره انه يبقى عنده النموذج الذي يمكن ان يكون في الاحترافيه بيحقق ويعظم ارباح كره القدم. ما بقتش مجرد الفوز بالبطولات حتى لو الثلاثيه الخماسيه يعني يكفي ان تصرف عليها مئات الملايين وفقط. فين بقى الانكم؟ الاهلي يبحث الان عن فكره تدوير صناعه اسمها كره القدم. وبالتالي المثلث ده هيعمل كل ما هو جديد، واتصور انه ده القادم على مستوى الانديه اذا ارادت نموذج يحتذى. صحيح. على اساس ما يبقاش عنده لا بضاعه افسد الهوى، واخد بال حضرتك، ولا كمان انه يستنزف لمجرد تحقيق انتصارات بما فيها الدرع وهو البطوله الاهم في كل دوله ان يستنزفها في لاعبين بعد شوية مفيش ريسيل ومفيش أصلا نفس الثمن حتى اللي انت يعني خدت بيه. اتفق تمام. بالظبط، لان كان السنوات اللي فاتت برضو كان يعني حضرتك اكيد كنت عايش دوت، ان كان بيبقى في خناقات على السوشيال ميديا طبعا مين اللي هياخد الفلان، ويبدا وكلاء اللاعبين يسوقوا اللاعب من خلال الحرب. طب ده الاهلي عايزه يبقى الزمالك عايزه، مين اللي هياخده في الاخر؟ بغض النظر عن النواحي الفنيه دي جزء، بغض النظر عن النواحي التسويقيه اللي النادي الاهلي حريص عليها دلوقتي، انه هيشتري لعيب ممكن جدا يسوقه من خلال السوق الاوروبي او من خلال السوق الخليجي انه يطلع بارقام كبيره جدا. فانا بتفق معاك ان الاهلي واخد خطوات احترافيه بشكل كبير يمكن في السنوات الاخيره.